الهابول من الحبل، والحبل من النخل نفسه، يعني من الليف. فهو الهابول أساسا يصنع للركوب للنخلة، ما تركب النخلة إلا بحابول أو يسموها على الرجل، يعني ينبية أو كذا على الرجل. فلذلك الرجل صعب، يعني النخيل الأطوال الكبار صعب تركبها برجولك يعني لفوق إلا الحابول. فالحابول له طريقة معينة بحيث أن يطلع المزارع فوق وما يطيح يعني الحابول. فهو الحابول أساسا معمول عشان تصعد النخل لتخدم رأس النخلة. رأس النخلة فيه شغلات كثيرة، تكريب، قص الخوص، تنبيت، تحدير، كثيرة. ثم النفاض واليداد الرطب، هذه كلها يسموها خدمة رأس النخلة، وما ممكن تعملها إلا بالحابول إذا كانت النخلة أكثر من 4 متر وفوق. هذا صناعة الحابول ومهنة الحابول للشغلة. مثل ما قلنا أن الحابول شغلته هي أن الواحد يصعد لآخر النخلة أو مثل ما يقولوا رأس النخلة، علشان أكثر من شغلة. بالأول تكريب، يزاز الخوص، تنبيت، تحدير، نفاض، يداد العذوق، هذه كلها ما تقدر تسويها إلا عن طريق الحابول اللي للنخل اللي أكثر من 3 أو 4 متر ارتفاع. هذا الضرورة والمهمية الأهمية للحابول في هالشغلة. دون الحابول ما تقدر، صعب يعني تركب لفوق النخلة بروحك بدون حابول، صعب يعني كيف بتقص، كيف توقف، كيف الحابول هو هناك بمثابة أنك تجلس على كرسي، يعني تخلي الحابول فوق وانت جالس على الكرسي مرتاح ولا عندك أي مشكلة، تقص، تحدر، تنبت وانت مرتاح. يعني هذا مهنة الحابول. الحابول ما له يعني، هو حقيقة الآن الناس اخترعوا وصنعوا حاجات يعني بديل للحابول، لكن بالأرياف وفي المناطق يعني الأقل تقدم مثل ما أقول لا بد من الحابول، لأن هذيك مواد هيدروليكية مثل السلالم متحركة، سلالم دائرة جنب على طول على دائرة مدار النخلة تصعد لفوق، لكن ما فيها أريحية مثل الحابول. بعد الحابول أريحيته أكثر، هذا السلم ممكن تلف فيه جهة معينة من النخلة وتنزل وتلفه مرة ثانية وتصعد وهكذا، فشغلة متعبة. أما الحابول وانت فوق تلف، يعني في طريقة أنك تمسك الحابول وتلف دائرة مدار النخلة حسب جهة النخلة اللي انت بتستخدم فيها، مثل قص خوص أو يداد أو نفاض أو شو اللي تريده. فالحابول مهم جدا إلى الآن وإلى الغد أعتقد، يعني فعلا فيه يعني صناعات بديلة لكن ما ترتقي للحابول، يعني مرتبة الحابول. الحابول شيء بهم، والحابول من النخلة نفسها يعني طبيعي من النخلة مثل ما قلنا من الليف، والليف من النخل. لابد أن يكون خبير يعني كيف الحابول، أنت لما تصعد لابد أن الحبل أو الحابول ظهر الحابول يكون في رقبتك، والحابول نفسه هذا يكون على النخلة بالنزول هناك. لما تصعد لا، ظهر الحابول تخليه على المحزم، على محزم الإنسان، والحبل نفسه هذا تخليه على النخلة، وبشرط أنه يكون يعني مأمن على كربة ولا على أي شيء فوق يعني بالنخلة. لا بد أنه يكون مأمن ويكون مستواه أعلى من مستوى الإنسان، يعني أنت يوم تصعد وتوقف هناك خلاص تقعد على الحابول، لا بد أنه يكون الحبل أعلى من مستواك أنت، بحيث أنه لا تطيح يعني من فوق. مثل ما قلنا الحابول أنه الحابول من الحبل، والحبل يصنع من الليف، والليف من النخلة أساسا يعني. فلذلك هو مهم جدا لركوب النخلة، يعني ما تقدر يعني أي آلة تكون بديل 100% عن الحابول. الحابول هو لشخص واحد فقط اللي يرقى النخلة فوق ويخدم رأس النخلة وما له بديل يعني، فهو الأساس في خدمة رأس النخلة. هذا هو ما تكلمناه بشكل مختصر عن صناعة الحابول وعن فائدة الحابول وشو أهمية الحابول بالنسبة للنخل.
طبعا مشاهدينا تابعنا معاكم هذا التقرير وتعرفنا على الحابول اللي كانوا الاولين يستخدمونه، يعني على صعوبه الحياه وعلى الاشياء البسيطه والبدائيه اللي كانت عندهم الا انهم كانوا يعني ما شاء الله يعني يخترعون لهم اشياء او يصنعون لهم اشياء تسهل عليهم المعيشه في الماضي. فشفنا الحابول وتعرفنا عليه اللي كانوا يستخدمونه في المزارع والنخل، ينلف على الشخص وعلى جذع النخله بحيث انه تسهل عليه انه يتسلق هذه النخله. الدوم كانت سنين وبنين، حتى هذا الحابول يدوم سنين وبنين بالرغم يعني من قوته، من قوته او حتى من متانته، فكان يستخدم من ليف النخل. فالحين حتى اصبح هنالك في حابول لكن يعني دخلوا عليه بعض المواد البلاستيكيه وغيرها من الامور، لكن نشوف الاوليين ويعني وابائنا واجدادنا بعدهم متمسكين في الحابول، في الحابول القديم ويتعبونهم ايضا يسوون هذا الحابول اللي يمر بالعديد من المراحل حتى انه يكون قوي ومتماسك. طبعا من بعد هذه الفقره الجميله واللي شوي ردتنا لحياه الاوليين مشاهدينا، بنستكمل اليوم حلقتنا في صباح الشرقية وبنتكلم عن الاتيكيت اللي لازم كل شخص في حياته يعني يعتمد على الاتيكيت بكل المجالات. زيارة المريض مشاهدينا في المستشفى أو حتى في البيت تعطيه الكثير من المعنويات اللي هو يحتاجها، ولكن علينا التقيد ببعض الشروط والآداب في هذه الزيارة حتى ما تحدث بعض الأمور اللي ممكن تسبب إحراج للمريض وأيضا للزائر. بنتكلم عن هذا الموضوع اليوم في حلقتنا مع ضيفتنا ندى إبراهيم البلوشي، خبير في مجال الاتيكيت والبروتوكول. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. يا هلا فيك ندى. يا مرحبا بك استاذه ندى، يعني موضوع الله. جدا مهم وموضوع جدا شيق، ممكن انا من الاشخاص اكون من اكثر الاشخاص المستفيدين من هذا الموضوع. يعني حتى في الصباح اليوم كنا نتكلم انا وعاشه نقول ما عندنا اتيكيت في زياره المريض، يعني اي واحد مريض كنا نحن رايحين عزيمه، حتى الاكل الشرب احيانا حتى الزوليه ناخذها معانا. فاكيد هذا من الامور الخاطئه واللي نحن ما نحبب المشاهدين انهم يتبعون مثل هذه الامور، فنتكلم شوي اهميه اتيكيت زياره المريض. بدايه طبعا نحن لازم نحط في عين الاعتبار ان المريض دائما يكون طبعا حالته الصحيه مثلا تكون غير جيده او غير ممتازه، بالتالي يكون يمكن حساس بزياده او مثلا عصبي بزياده، وكذلك حتى يمكن يكون انه مزاجي خلينا نقول بزياده، فيتطلب ان نحن نتعامل معاه باسلوب يليق فيه على اساس ان نحن نهدي مثلا، وكذلك خلينا نقول يعني نحقق الهدف الاساسي من الزياره. نعم، لزياره المريض الا وهي ان نحن ندخل البهجه على 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 قلبه، وكذلك ان نتمنى له الشفاء خلينا نقول، وكذلك ان ننسى ونكون طيبين هينين لينين يعني معه. نعم، يعني أمور كثيرة تدخل في آداب أو اتيكيت زيارة المريض. بنتكلم شوية، تكلمنا عن الأكل واليلسة في المستشفى، بنتكلم عن الهدايا بالضبط. أحيانا يكونون يعني اللي زايرين المريض يبالغون شوية في الهدايا اللي ممكن تضر المريض، فخبرينا عن الاتيكيت أيضا في الهدايا. تقديم الهدايا دائما لازم نتبع قاعدة اللي هي تكون بسيطة وما فيها تكلف خاصة حق المريض. في هذه الحالة طبعا يفضل ويستحسن استخدام مثلا حمل الهدايا الرمزيه اللي تعبر عن الحب وغيره، وهني نحن ننصح دائما طبعا باقتناء الورود. الورود الطبيعيه لها معنى وايد عميق لزياره المرضى، الا وهي ان انا اودي الورده هذه اتمنى له الشفاء العاجل، انه يطلع من المستشفى يخرج قبل ما تذبل هذه الورده. حتى في مواصفات معينه للورود، يعني حتى القاعده الاسفنجيه لازم ما تكون متواجده نظرا للحشرات بالضبط. وحتى نوعيه الورود يعني نوعيه الورود نعم والوانها كذلك. فنحن دائما نشجع ان تكون الالوان فاتحه، الالوان اللي مثلا البيضه، كذلك يفضل عدم ان نخلي الباقه مثلا متروسه من الاشجار او الاوراق الكثيره، بسيطه تكون. هي نعم، ولا بد ايضا الجانب هذا جدا مهم اللي هي الهديه، وما ننسى الجانب المعنوي كذلك لزياره المريض. ففي فنون للتعامل مع المريض هذا. صحيح. اولها ان الشخص يبقى هادئ، لازم يكون متزن وهادئ بحيث انه يريح الشخص اللي امامه، يعطي نوع من السكينه والهدوء. وكذلك ما ننسى عامل جدا مهم الا وهو الانصات. لما نتكلم هنا عن الانصات يختلف عن الاستماع. الاستماع يمكن يكون استمع لقصه او استمع لراديو او استمع لاي شيء مثلا يمر علي، لكن الانصات هنا فيها عمق في المشاعر. دائما احاول اني انا انصت اسمع كلامه، اسمع القصص، في بعض الاحيان الشكاوي اللي مثلا ممكن انه
يطرحها كذلك. وهني لازم نستخدم في مفتاح للقلوب استخدام العبارات التأملية. لما نتكلم عن العبارات التأملية هي نستخدم فيها المشاعر بعمق، مثلا أنا أحس فيك وأنا مقدر موقفك وأنا أتفهم شعورك. يعني على نفسي هذه النقطة ممكن تقودني لسؤال، يعني للأسف في بعض الأحيان ممكن أنا حتى أعاني في بعض الأحيان منها، لما يزورون مريض أستاذة ندى الله يعينك ويعني يحليله كان فلان يعاني من هالشيء وصار هالمستشفى وأثروا عليه وعقب سافر، فالعبارات السلبية أو حتى أحيانا التحطيمية بالضبط. المقارنات كذلك، المقارنات مقارنته بمريض آخر، مقارنته بحالة ثانية. للأسف في بعض الأحيان كذلك نلاحظ أن في ناس ممكن أنها تسأل عن موضع الجرح، مكان العملية، وهي الأشياء طبعا تسبب إحراجات للمريض. بالضبط. فدائما من المفترض أن تكون لطيف، دائما نحن نقول اللطفاء هم من يصنعون السلام، ولبقين أيضا في أثناء حوارنا مع المريض. بالضبط، هم من يصنعون السلام. فذلك فلذلك اللطافة جدا مهمة، والإنصات، وكذلك القول الحسن لما نتكلم مع المريض، وما ننسى كذلك الجانب المعنوي الإيجابي، نخلي الجو مثلا دائما إيجابي، ما يكون في بعض الأحيان للأسف نحن نلاحظ أن في ناس تتعمد أنها تحزن لما تصير تزور المريض، تحزن وتصيح أو أن تطلع نفسها أو منظرها أنه زعلانة جدا. هم يعتقدون أن هذه مواساة للمريض، لكن نحن طبعا ما نشجع على هذه السلوكيات، لأن سبحان الله كل شيء يأثر في المريض. صحيح. الكلمة خاصة نص العلاج يكون نفسي، يعني الواحد لازم بيزور المريض يبتعد عن الأشياء السلبية وعن الأسئلة اللي تكون محرجة أو اللي ممكن أيضا تخوف المريض. بالضبط. بنتكلم نحن تكلمنا عن آداب الزيارة والهدايا والحوار اللي يكون ما بين الزائر وما بين المريض، بنتكلم عن وقت الزيارة. بالضبط. يعني بعض الناس تكون زياراتهم في المستشفى فجائية. بالضبط. وهذا الشيء يزعل المريض ويضايق المريض. صحيح. فبنتكلم عن هذه النقطة. لابد أول شيء نحن لازم ننبه وننوه على نقطة أنه لابد من الاتصال بأهالي المريض مثلا، الاستئذان قبل الزيارة، وكذلك في حالة أنه مثلا دخلت على المريض وشفته مثلا نائم أو شفته مثلا ما أزعجه وأنسحب، أترك له بطاقة، أترك له مثلا الهدية وأعاود زيارته في مرة أخرى. للأسف هني نحن نشوف بعض الناس مثلا عادي تدخل وتصحي المريض وتفتح الليتات قبل لا تدخل على طول. بالضبط. فلازم مراعاة طبعا نفسية المريض، حالته الصحية. في بعض الأحيان حتى ممكن أنك أنت مثلا يالس مع المريض ويداهمك النوم، هو يداهم النوم مثلا لأن حالته الصحية يعني مش مستقرة، معذور. فبالتالي نعم نعذر المريض، ما مثلا نتحسس أو أن أنا رحت عنده وهو بالتالي نعم نام وغيره. ممكن حتى نعم. في بعض الحالات أو مثل هذه الحالات ينصح أو من الإتيكيت، يعني أستاذة ندى، هل هنالك في حالات يجب زيارتها بعد خروج المريض من المستشفى، يعني في المنزل؟ في حالات طبعا تعتمد على الظروف. الحين نحن الحين في ظروف استثنائيه، طبعا في زيارات ممنوعه. نعم، الزيارات ممنوعه، واحتمال ان حتى لو كانت الزيارات طبعا متاحه فيها اجراءات وفيها طبعا قواعد وفيها غيرها. فدائما هنا نقدر نقول انه يقدر يزور المريض في هاي الحالات، بس في حالات فعلا تكون تتطلب مثلا انه يخرج المريض اول شيء من المستشفى وبعدها نقوم بزيارته العمليات مثلا من المستشفى، مو من يظهر من المستشفى بشكل مباشر. بالضبط. نحن نزوره ونطمن عليه، خاصة العمليات. يعني في العمليات يفضل أنه يزورون مثلا الأشخاص يعني بعد العملية. نعم، مثلا في بعض الأحيان مثلا حصل الناس عند باب العملية ومع ورودهم ومع حلوياتهم. صحيح. 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 إيه نعم، دائما الاتيكيت خلينا نقول لغة لطافة ولغة مجاملة معقولة، ما نبالغ في في المجاملة، ما نبالغ في العطاء بشكل مبالغ فيه، دائما نكون معتدلين. نعم نعم. والوقت الذي يجب على الشخص الجلوس مع هذا المريض، يعني كل على حسب ظرفه، ولا هل هنالك في مثلا قاعدة ثابتة لجميع زائري هذا المريض؟ هي لا يوجد قاعدة ثابتة ان نحن لازم نتقيد فيها، تعتبر يعني مثلا على حسب على كل ما كان على قلل الوقت كل ما كان احسن. نعم، وبالتالي في قاعدة بعد، او مثلا في طريقة نقدر نستخدمها نحن كضيوف مثلا عند المريض، مرة إن اذا شفنا مثلا اشخاص دخلوا عند المريض هذا نحن
نحن نقدر هني ان ننصرف، فبالتالي يكون في الحركه تكون بشكل انسيابي عند المريض، وكذلك ايضا المريض يعني يرتاح. نعم نعم، انه ما يتكلف انه بيشوف منو ولا بيسولف ويا منو وغيره، فبالتالي هو ما يعطي طابع الكلافه يعني، فيكون يعني خلينا نقول يعني خفيف، نكون خفاف على انزين. احنا الحين تكلمنا عن الامور الخاصه بالاتيكيت والبروتوكول للزائر، بنتكلم عن المريض احيانا. اكيد في بعض الامور اللي تساعده في انه يعتذر عن استقبال الزائر، فاعطينا شوي بعض العبارات الجميله اللي ممكن يستخدمها المريض في انه يعتذر بطريقه ما يزعل فيها الزائر. بالضبط. اول شيء نحن اول شيء نحط العبء كامل، خلينا نقول او 50-60% من العبء على الزائر، انه يتفهم موقف الشخص الاخر. في بعض الاحيان مثلا في خلينا نقول في عمليات او في اشياء يسويها المريض مثلا في المستشفى او حالته الصحيه، يضطر المريض هنا انه يدخل مثلا في حاله اكتئاب او حاله نفسيه او غيره. هني هي فهني اللي يبقى الحمل الاكبر على الزائر انه يتفهم ويقيس النبض. دائما لازم يكون في فطانه وفي اللي هو يفهم يلمحها وهي طايره مثل ما نقول. في بعض الاحيان مثلا يفضل الزائر انه يروح يحصل مثلا المريض يمكن يعتذر له مره، او مثلا يماطل شوي معاه في الوقت يقول له راح ارد. نعم يا فهيم افهم مثل ما نقول. احس حتى يعني الفئه العمريه تلعب دور استاذه ندى، يعني ممكن للطفل اتيكيت معين، يمكن لكبير السن. يعني انا ممكن اشوف ان كبار السن هم اكثر رغبه بزياره الناس لهم، فاحس ان حتى ممكن هذه القاعده تكسر عند كبار السن. كبار السن طبعا في ظل الظروف هذه الاستثنائيه اللي احنا ياسين نعيشها الحين حاليا ونشهدها، يفضل عدم زيارتهم اصلا للمستشفيات وغيرها. هني نحن نكون مثلا اذا ما زار الشخص الكبير اي شخص اخر في المستشفى، هني يكون طبق الاتيكيت. اما في حاله انه فعلا راغب انه يزور مثلا الشخص هذا ويعز عليه، يقدر يزوره، بس نحدد وقت الزياره يكون لمده جدا قصيره وما يكون فيها مثلا افراد كثير في الغرفه نفسها. وكذلك نحاول قد ما نقدر ان نحن نوصل المعلومه للكبار، خلينا نقول في 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 مجتمعنا، امهاتنا ابهاتنا وغيره، نحاول ان نوصل لهم هذه المعلومه بشكل لطيف خوفا عليهم وعلى صحتهم. صحيح، ندخل دائما مفتاح القلوب هي العواطف. صحيح. دائما ندخل من باب العاطفه، من باب خوفنا عليهم، من باب حرصنا عليهم كذلك. فاهنا ان شاء الله ان يكونون يعني على الاقل نحاول ان نخفف. نعم نخفف. نعم. ونفسه ايضا هذا البروتوكول او هذا الاتيكيت مخصص للاطفال نفس كبار السن ولا الاطفال؟ الاطفال هذه ندخل في موضوع اخر. هني الاتيكيت دائما يقول الالتزام بالقواعد، يعني نحن ما نكسر القواعد هذه، او ان مثلا نسوي الشخص اللي الضيف مثلا ما يحبه او المستضيف. فدائما اذا كان في قاعده تقول ان الطفل ما يحضر للمستشفى، هنا انا ما اكسر الاتيكيت. نعم ما اكسر الاتيكيت، وبالعكس ان انا اقدر اني انا ما مثلا احمل هذا الطفل ومعاي لي المستشفى. بعد نرد لموضوع السلامه، ان اخاف على سلامته وغيره، وكذلك ان انا ما اضايق الاخرين بوجود الاطفال. ممكن ان الطفل يسحب بالاشياء او انه يتحدث بامور طبيه. بالضبط، وكذلك الصراخ او الصياح، والطفل بطبيعته يعني ما شاء الله نشيط وحركي. نعم ما يقدر يجلس في مكان واحد يعني. صح. فبالتالي انت ما راح تكون عندك ما راح يكون عندك الوقت انك تطبق فنون التعامل معه وتنصت. اكيد. واحيانا اذا اضطر الزائر انه ياخذ اطفاله معه، احيانا في اغلب المستشفيات يكون في اقسام خاصه للاطفال اللي يكونون برفقه الزائر، فمن المفروض أفضل أنهم يتركونهم في هذه الأماكن المخصصة للأطفال. بما أننا نحن الحين في حالة استثنائية، وأكيد الزيارات ما زالت، بنكون واقعيين، الزيارات ما زالت يعني مستمرة في هذه الفترة. أعطينا بعض النصائح اللي نقدمها للمشاهدين في حال أنجبر الواحد أنه يزور أهله، يزور أصحابه وأصدقائه، يلتزم ببعض الأمور. فأعطينا شوي نوع من الاتيكيت في هذه الزيارات في هذه الفترة الاستثنائية. أول شيء طبعا لابد من أن الشخص هذا يستأذن الأشخاص اللي راح يزورهم، ياخذ الموعد، وبالتالي طبعا لما يصير ما يعني ما يطول بشكل كبير مثلا في الزياره هذه. والشيء الثالث عندنا كذلك انه ما يصطحب معاه خلينا نقول الاطفال وغيره.
والهدايا دائما تكون بسيطة. هدايا بسيطة رمزية تعبر عن رغبتنا طبعا بسلامة الشخص. وكذلك ما ننسى أمر مهم، عدم المبالغة في استخدام العطور واستخدام كذلك الزينة. صحيح. المظهر كذلك أنه ما نبالغ فيه بزيادة. هذه بروحها لها اتيكيت معين أو قواعد معينة. أستاذة ندى. نعم صحيح صحيح. فهذه الأمور الواجب طبعا اتباعها عند زيارة المريض، وكذلك ما ننسى الكلمة الطيبة. أيضاً واحد ما ينساها. الطيبة بالضبط، وما ننسى طبعا الكلمة الطيبة وكذلك الهدوء والاتزان. صحيح. وطبعا المشاعر الرقيقة في التعامل مع المريض. يعني الزائر يحاول قد ما يقدر أنه يكون خفيف على المريض، أنه ما يأخذ له وقت طويل في هذه الزيارة. صراحة أمور كثيرة يعني نحن استفدنا منها من هذه الفقرة يا عايشة، وأكيد المشاهدين أيضا استفادوا منها وتعرفوا على أساسيات زيارة المريض. فكل الشكر والتقدير لك الأستاذة ندى إبراهيم البلوشي، خبير في مجال الإتيكيت والبروتوكول، على هذا الحضور وعلى النصائح الجميلة. شكرا لك. شكرا لك. نتمنى جميع المشاهدين بأخذ هذه النصائح والمعلومات القيمة بعين الاعتبار. شكرا لك أستاذة ندى. كل الشكر. طبعا مشاهدينا، من بعد هذه الفقرة الجميلة اللي تعرفنا فيها على بعض النقاط الجميلة والخاصة بإتيكيت زيارة المريض، نكون وصلنا معاكم لختام صباحنا اليوم من صباح الشرقية. أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا من خلال متابعتكم لنا. يتجدد معاكم اللقاء إن شاء الله باكر في حلقة جديدة وأيضا مواضيع مميزة، وأترككم في حفظ الله ورعايته، ومع السلامة. إذا مشاهدينا انتظرونا غدا في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامجكم صباح الشرقية، وتقبلوا تحياتي أنا أيضا عاشة الأنصاري وتحيات زميلة عاشة النقبي وجميع طاقم العمل، ودمتم في أمان الله.